الإعلام الجزائري بيقف افتخارا لأولاد المغرب بعد ما فعلوه مع جماهير مكابي تل أبيب الإسرائيلي العدو الصهيوني. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أولاد المغرب أعطوا درسا لن ينسى للحكام العرب وللشعوب العربية في معنى الرجولة والفدائية والشجاعة. الإعلام الجزائري يعترف على الهواء مباشرة: المغاربة تربية ملوك، أرجل شعوب العرب، أرجل شعوب العرب هو الشعب المغربي العظيم. إيه اللي حصل؟ يا ترى يا هل ترى، هل يتعلمون الدرس جماهير مكابي تل أبيب الإسرائيلي ويعرفون أنهم إذا أهانوا العلم الفلسطيني سيأتي لهم رجال مثل الجالية المغربية في هولندا؟ بعد المباراة ما بين أياكس ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في هولندا، بعد المباراة قامت جماهير العدو الصهيوني بتمزيق العلم الفلسطيني والهتاف بعبارات مسيئة لفلسطين الحبيبة والشعب الفلسطيني وأطفال غزة، ولكنهم لم يكن يعلمون أن هناك شعب مغربي عظيم، جالية مغربية كبيرة في هولندا تمثل 10% من سكان هولندا. فجاءهم المغاربة وأعطوهم درس عظيم، مزقوهم، سلخوهم، دمروهم. يا سادة يا كرام، جماهير العدو الصهيوني كانت تعتقد أنه لا يوجد حساب لهم، أنه لا يوجد عقاب لهم كحكام العرب الذين يعيشون في صمت مريب وكشعوب العرب الذين يعيشون في خزي رهيب. إلا الشعب المغربي فكان لهم الخزي والعار الجماهير الصهيونية. شعب المغرب العظيم، الجالية المغربية في هولندا، أنتم فخر للأمة العربية، أنتم فخر للعالم كله. ما فعلتموه ملحمة تاريخية ضد العدو الصهيوني لم يقم بها أي حاكم عربي، رغم امتلاك الجيوش العربية للعتاد والسلاح، ولكنهم تركوا فلسطين وحيدة تنزف بالدموع والدم.